دكتور أنا مؤمن وحكم الولي تام، عطني ثواني بس بحب يدها، هذه عطتني خيرها طول الأعوام ما ينتقل فيها المرض من جسدها، تسهر لو أطلب شيء والعالم نيام، واليوم والله ما تخلى وحدها، خذ ما تبي من راسي لحد الأقدام، وخذ لذة أيامي وعطني نكدها، مالي شكر لو لجلها قطع أقسام، أمي وترجي برها من ولدها، وحنا ما ندري وش تخبيها الأيام، ولم يعرف قدرها من فقدها، واللي ما جرب واللي ما صدق يسأل دموع الأيتام ويشوف فيها ما هو مر ودها، من موتها كم بسمة الراحة تحطام وكم باب جنة ينقفل من بعدها. سلامتكم. بيض على وجهه، بيض على وجهه مخرجنا. والله اني مطلب يصل لي الا احب هذا، طبعا معذورين مهما كان نترككم دقائق